تلقى في يا العين دمع. يا سعيد يا سعيد، بسألك سؤال يا أخي. الله سبحانه وتعالى عطى جمال، بس عطى الجمال غالبا احنا نقول الجمال للبنات وكذا، بس الله عطاك وسامة، ترى عطاك وسامة وعطاك زين وعطاك خلق صادق، وأخلاق. جمال الروح سبحان الله في سعيد. والله حتى ما جذبني إلا جمال روحه، ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك يا سعيد. سمعتي يا بالله، عطنا أغنية أسمر حليوة طلال مداح بالله. يا يقطع عندي ولا عادي؟ اقبلي اقبلي. أنا اللي أعتذر لي كيف حبيتك وكيف رخصت نفسي وانت هوياك، يا لطيف. وكيف اني بلحظة طيش ناديتك يا لطيف، وفتحت اللي ما فيني وقلت هواك. تصدق وقتها بزعمي تحديتك، بصدق احساس بوجودي وصلت قصاك، ولكن فرصتك جاتك على كيفك توريني السواد اللي سكن جواك. الجازي عندك، لازم تقبلين الجولة. جازي تسمعينا؟ انتي عايشة في العالم الموازي. هاي صديق، انت لازم تسوي يقبل جولة. ايوه ما في تو الناس قد رقدنا. اي والله يا سعيد يا اخي، الرباعي يقطع اليوم، ما ادري ايش السالفة. يما منك. كلموني. فقعت قلبي والله. علق مو علق، يوصلني مع يوصلني بعدكم تليار سنة. تليار هذه وش جديد علي؟ تليار هذا رقم جديد، انا اول مره اسمع ده. اي والله حتى انا اول مره اسمع. هذا يجيب ايفون. طيب صادق بسك سؤال والحين يا ساره، ليش يعني اغلب الاغاني اللي تغنيها فيها يعني حزينه وحبيبتي تركتني شوف، هذه الاغاني اللي سويتها، يمكن سويت 8 أو 10 اغاني تقريبا، منها اغنيتين وطنيه واغنيه وطنيه تقريبا، كانت صدفه. من عندك. بس الحين اللي بسويه ان شاء الله الجديد بيكون يعني ما له دخل في الحزاين، رقص وضحك وكذا. ايوه نبغى واحده يا اخي، نبغى نقعد ننقع الليل كله. ايه فبيكون ان شاء الله شيء حلو باذن الله. ها اشتغل وش اشتغل العرق؟ وش معك تترقص؟ انا لا اقول كذا بس. ها ها اللهم اكبر غلا، يا الله اللهم اكبر غلا، ينبض بحبك فؤادي من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي، انت بشر غير عادي، فيك الجمال العجيب، رهيب والله رهيب. انا هذه الاغنيه كانت فخ عشان اعرف عمرك. عجيب يا سعيد. طيب وش رايك ادخلك مع عمار الكوفي يا صادق؟ بتسمية يا جماعه، ايش فيكم؟ ايش تبوني اسوي يعني؟ اشقق نفسي بالله؟ ترى معظم المشاهير لو تشوفهم متابعين ومتابعهم يعني، خصوصا اللي يغنون. الله يوفقك ان شاء الله. ورد ورد دبل دبل يا ورد دبل ورد جايز، وردات وردات وردات. افا 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 هاتولي هاتولي شبيه شبيه صويحبي. يا صويحبي وينك؟ وش بيني وبينك؟ والله يا سعيد شكلك كبير في السن. لا ايوه قد تطور ما شاء الله عليك في الدنيا.
ايه والله شكلك كبير. ترى والله صدق انا كبير، ترى ما نفسي فيهم، ترى عمري 30. والله صدق ترى قدو شايف كم عمرك؟ تطول في القاع. 30 انا لو اني متزوج من زمان مدور عني بقد سارة الحين. ايش قام علي ذا؟ ايش قلت انا ذا الحين؟ والله سارة شكلك كمان انت قد اصبعي صغيرة. ما ادري يعني والله عمري 23 والله عمري 23 يا اخي، بس ما ايش اسوي. طب عمرك 23 يعني حسستيني كبيرة صغيرة. لا بس اهون شوي. الجازي كم عمرك انت؟ بتجي تسقط اصغر من 23. كم؟ لا والله كم عمرك الجازي؟ كم بالله؟ 26 يا جماعه انا اكبر واحده فيكم. يلا اصغر القوم خادمهم. يلا يا ساره قومي جيبي لي مويه. تعقب. اي والله على الاقل كلهم اصغر. هذا هو سعيد محلق يا صادق وحالته حاله وتقول عنه شاير. طريناك يا عبد المنعم. يعني حلق ولا ما حلق هو شاهد. اطرمي ولا برم يا البزرة. يا فين بابا فين ماما؟ تكويس تكويس شوي. والله نفوز عليهم تكويس يا جماعة، ما يحتاج حتى دعم تكويس بس. الله 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 يا صادق. تكويس تكفى. يفوز علينا بتكويس. كريستيانو تدرون مين يدعمني؟ يدعمني كريستيانو تدرون. إذا عندي كريستيانو أنا عندي شو اسمه محمد نور. أنا أستطيع الشراء. الله الله كريستيانو يدعمني. الجولة الجولة يا حبايب الجولة تكفون. أرعب كريستيانو. تبغى الجولة يا صادق؟ راحت خلاص. أفتح الجولة الثانية على الطلاق ما تروح أفتح. لا لا أنا بطلع. أنا بطلع نت. ما تحكميني ما تحكميني إلا من جولتين. جولتين جولتين نلعب قدامك. تحملتينا جولة تحملينا جولة ثانية عادي. الناس اللي تكتب لي نبي أغنية في سارة نبي أغنية. مين سارة؟ تكبيس يا جماعة تكبيس تكبيس. تحمل تطبيق أمازون ارجعوا تكبيس يا عيال تكبيس. الضيوف سهل ومجاني. تكبيس كلنا مع بعض ارجعوا. دبل 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 يا عيال كبر الله من كبر خويه تكفون. محمد يا محمد معه يا عيال معه.
الله يجعلني معدم كي راس الحي، راس الحي يا عضيدي محمد السيف تيما ام حنين اس جيش المكبسين مشيرين فدا ورب البيت فدا. لي مجذب البث اللي كبسه صادق صادق ما ينفذ احكام، ما انا انفذ احكام صادق. لا 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 نفذ علي، انا بحكم عليك اصلا ما لي دخل. هات هات احكامك انت والجازي. لا انا بعطيك احكامي اصبر. الحكم الاول العن ام الغبينة صدق، شوف السكور شوف الفرق، العن ام الغبينة ورب البيت. سداتك الله كريستيانو والله انك ما قصرت. قولوا احكامكم يلا. الحكم الاول يا سعيد الله يضرك الله يضرك يا راس الحي. اسمع الحكم الاول طيب، 5 اشياء 15 ثانيه ولو تاخرت عليك عقاب. هذا حكم تسوي لك غير الثاني. لا لا مو اني كيف اشتغل اشتغل سهلك يروح يجيب شيء يحسب له 15 ثانيه بس. يلا يلا هات الحكم الثاني. الحكم الثاني أخاف أقول لك طال السماعي طلعت السماعات الثانية. لا ماني بكيد. الحكم الثاني سجن. الثالث 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 أباك تجيب لي معجون أسنان طيب على وجهك وتحط كذا شوية طحين كذا عشان تصير ما شاء الله مو أنت. لا هذه معجون اختار معجون ولا طحين؟ معجون ولا طحين ولا بودرة؟ هذه حكمي اختاري واحد منها يا حكم. طيب بعد دعونا ننفذ معجون وملح فرقت يعني. لا لا هذه خلطة والله يا سعيد. يلا خلاص يا خلاص معجون معجون على وجهك. يلا هذا المعجون شوفي. بما انك بتنفذ اسمع اعطيك حكم رابع خلاص نفذ نفذ. الجازي عندك احكام لي انا منه. بتكسرين حصانتك من سعيد؟ لا مو قلبي كذا. اي سعيد خلاص خلاص معجون جازي انكسرت حصانتك والله معجون شوفي. خلاص من حلف بالله فصدقوا كفو احكام. يا سعيد شكرا لكم بنات يعطيكم العافية. سعيد انا غرضي والله وطلعت اليوم اشوفكم واسلم عليكم. الله يحييك حبيبي. الله يسعدكم جميعا ان شاء الله. نتواصل بسم الله عليك. نتواصل ان شاء الله باذن الله وانت طيب ان شاء الله ودعك الرحمن. هلا هلا يا حبيبي ان شاء الله. هلا بك هلا وسهلا. تعال يا سار تعال يا بروح. الجازي يمه ايش قوم هذا؟ الجازي تعال بلعب انا وياك. كيف اطلع؟ تعال بلعب انا وياك. طيب اصبر اصبر. انا بطلع تضغط على كلمة ايوه.